دونك دكتورة نعرفوا اللي التشوهات الخلقية في الجهاز التناسلي للمرأة متعددة، وما بين التشوهات هذه نجم نلقاو التشوهات الخلقية في غشاء البكارة. السؤال اللي تنجم الأسئلة اللي تنجم تتطرح في الموضوع هذايا، شنو هو سعة غشاء البكارة هذايا، وشنو هو الوظيفة متاعه في جسم الإنسان، وقتاش كيفاش النجم نفيقوا بالتشوهات هذايا، هل النجم نعالجوها، وكيفاش نجم تكون طرق العلاج هذايا، واسكو التشوهات هذه نجم تأثر على الصحة عامة للمرأة وللحياة الجنسية للمرأة. الأسئلة دي باش نحاولوا نجاوبوا عليها إن شاء الله من هنا حداك ولا الأربعة من بعد تاع العشية. وإذا كان يحبوا يسألونا في الموضوع ده ينجموا يطلبونا على 31 380 ألف. فما هيت من الأول نحطوا الأمور في إطارها، شنو هو غشاء البكارة هذية ولشنو يصلح في جسم الإنسان؟ اسم البكارة فوالا تري بيان. دونك غشاء البكارة هو ماهوش عضو في حد ذاته، لكن عنده أهمية كبيرة برشا في الموروث الثقافي متاعنا، والموروث أكثر حاجة الموروث الثقافي متاعنا في حياتنا. دونك شنو هو؟ هو طبقة من الجلد الرقيق يحيط بفتحة المهبل، وينجم يغطيها جزئيا، يكون موجود على عمق 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر أو في بعض الحالات أكثر من هكا داخل قناة المهبل. يتسمى باللغة الفرنسية إيمان، لو فامو إيمان اللي هو الأصل التسمية اللاتينية، هو إله الزواج عند الإغريق. دونك بون مربوط بعض شيء، احنا نحكي وغشاء البكارة ياخذ الأهمية نتاعو الكل عند الزواج في بعض الثقافة نتاعنا نحن عند بعض المجتمعات، وخاصة نحن نحكيو على تونس تو في المجتمعات الأخرى عندنا احنا ياخذ كل الأهمية نتاعو عند الزواج. ممكن نجمو نفهموا التسمية شوي. الدكتورة التشوهات في الغشاء نتاع البكارة هذيا متنوعة، باش نحكيو على الأنواع نتاعها، وباش نحكيو وقتاش نجمو نفيقوا بها، وقتاش نجمو زادة كين ذا كان النجمو نصلحوها باش المرأة ما تلقاش مشاكل كيما قلت انتي تبعا لظروف متاع المجتمع متاعنا اللي يلزمو يكون انتاكت كيما نقولو احنا ما فيهوش مشاكل، ولي جنرالمون برشا نسي تتعرض لبرشا مشاكل سيختو في الزواج اذا كان فما مشكلة في الغشاء البكارة، ولي جنرالمون يربطوه اوتوماتيكمون بالعذرية متاع المرأة. يعطيك الصحة، هي المفاهيم لهنا داخلة بعضها شوية، خاطر فما حاجات طبية وفما حاجات مش طبية، ونربطوا في معظم الحالات غشاء البكارة كما قلت لي انت بالعذرية. إيمان وفيرجينيتي هما حاجتين مختلفين، لكن احنا في المعتقدات نتاعنا وفي المجتمع نتاعنا مربوطين انتيمومون ليي، مربوطين ببعضهم معناها ارتباط وثيق ارتباطا وثيقا. نجيو نحنا نحكيو هي دخل نحكيو على المفهوم الاول ساعه، ومش مفهوم هو احنا قلنا جزء من في جسم المراه، ما هوش عضو لكن جزء من عضو في جسم المراه، وفيه انواع وبتبيعك تدخل تحط سيغ انترنت تكتب إيمان أو أنواع غشاء البكارة تو يخرجوا لك تصاور الناس كلها ببخي تعرفهم. فالغشاء هذية بصفة طبيعية ساعة هو منين يجي؟ هو بقايا ستان فيستيج امبريونير، بقايا امبريولوجية، بقايا من الجنين في بطن أمه اللي من المفروض كان عبارة على ممبران كاملة، عبارة على حيط كامل، وبعد معناها في تطور مرحلة حال تطور الجنين وعند اقتراب الولادة للجنين الأنثى يصير فيه ثقب غشاء البكارة، هذه ثقب فيزيولوجي للي بعد ما تولد البنية يتوقف النمو متاعو وتتوقف التغيرات اللي فيه الكل. فغشاء البكارة أساسا هو احنا باللغة العربية ان شاء الله بنشكل الصحيح اليوم اللي هو الغشاء المخرم اللي هو المثقوب دونك فيه ثقب. الغشاء المخرم هذا حاجة عادية جدا ولازم فيه ثقب، لأنه احنا نعرفه معناها عملية نزول الطمس تصير عبر الثقب هذا، فلازم يكون موجود، وبالطريقه هذه احنا ما نجموش نعرفوا الشكل نتاعو الا ما الطبيب يشوفه يقول لك راه انت الشكل كذا والشكل كذا، لكن الاشكال بصفه عامه وهذا ما يزيدنا حتى شيء احنا اليوم في الحصه، لكن خلينا نقولوها معناها فما الشكل الغربالي، الشكل النجمي، الشكل الثنائي، الشكل الثلاثي، اللي هما هذوما الكل حاجات ما تنفعنيش برشا. دونك فما النوع الثاني من الغشاء اللي هو الغشاء الحاجز،
اللي هو يقسم فتحة المهبل إلى مثلا ثقبين أو إلى ثلاثة، فما الحاجز الثنائي الحاجز الثلاثي. وعندنا الغشاء النوع الأخير اللي هو الغشاء المسدود اللي هو ما فيهش الثقب، وهذا بتبيع حاجة غير طبيعية وتستلزم الجراحة. وإحنا تو نحكيهم بعد على حالات الجراحة، معني بشنو اللي نحكيه وقتاش نحكيه على تشوه وقتاش مش تشوه. تو هذية هو المفهوم الأول، هذية غشاء البكرة والأنواع متاعه. لكن تو نحكيه كما قلت لي أنت مربوط بالعذرية. بربي راهو العذرية اون فوا بور توت، راهو هي عدم ممارسة العلاقات الجنسية. فهذية يتعرف بسؤال ديريكت، سي اون كيستيون ديريكت للمراه والا للرجل، كيما الراجل تو نسالك الراجل فين نعرف ان الراجل اعذر ولا ما فماش. دونك سي اون كيستيون، هو سؤال نطرحوه للمراه وسؤال نطرحوه للراجل. خلينا هذه نكملوها اون فوا بور توت، راه مش هالغشاء هذي هو اللي باش يعني لنا العذريه والا ليه نتاع المراه. لانه ينجم يكون تمس والمراه عذراء، وينجم يكون لابس عليه والمرأة مش عذرة. ونعرفوا زيد اللي فما نسيت تولد من غير حتى غشاء بكر، يعطيك الصحة. ليه حالات فعلا نادرة. في العادة نادرة. لكن راهي موجودة. اي سيدي انت شو باش تعمل؟ هم فماش دونك. يعطيك الصحة دكتورة على توضيحات هذه.